سيدات وسادة، مساء الخير. في تاريخ مصر هيئات وجمعيات وأماكن تاريخية كانت في عصرها منارات فريدة تعكس التطور العلمي والحضاري الكبير الذي شهدته مصر، خاصة منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين. من هذه المراكز العلمية العظيمة الجمعية الجغرافية المصرية التي تحتفل يوم 19 مايو الحالي بمرور 147 سنة على صدور المرسوم الأميري للخديوي إسماعيل بإنشائها. كان الهدف من إنشاء هذه الجمعية في ذلك الوقت هو ترسيم حدود مصر الجغرافية التاريخية واستكشاف عمقها الإفريقي وإرسال العلماء لاكتشاف منابع النيل وتأمين حقوق مصر المائية. الجمعية الجغرافية الموجودة حتى الآن في نفس موقعها التاريخي بالقرب من ميدان التحرير ما زالت تحتفظ بأغلى وأندر الخرائط والأطالس والوثائق الجغرافية لمصر وأفريقيا، وأيضاً بتحتفظ بهذه الخرائط للعالم كله. ولا ينسى المصريون أن خرائط الجمعية الجغرافية كانت لها كلمة الحسم أمام المحكمة الدولية لإثبات حقوق مصر التاريخية في طابة. هذه الجمعية التي تضم كنوزاً تاريخية لا تقدر بثمن تتعرض منذ سنوات طويلة للإهمال والنسيان، وحديثنا اليوم من مصر عن هذه الجمعية الجغرافية المصرية وكيف ننقذ هذه القطعة الغالية من تاريخ مصر العلمي والحضاري. أهلا بكم. هتشعر منذ لحظة دخولك بوابة الجمعية الجغرافية المصرية بتاريخ مصر يطل عليك من كل مكان. مبنى الجمعية العريق اللي عمره أكثر من 150 سنة جزء من الطراز المميز للعمارة الخديوية بقلب القاهرة. عن يمينها وشمالها مبنى مجلس الشيوخ والنواب، وبالقرب منها مبنى المجمع العلمي المصري وقصر أحمد خيري باشا وزير التعليم في عهد الخديوي إسماعيل اللي أصبح فيما بعد أول مقر للجامعة الأمريكية بالقاهرة. الجمعية مازالت بعد 147 سنة من إنشائها تحمل بصمات مؤسسها الخديوي إسماعيل وبعده المسؤولين وشخصيات الكبيرة اللي اهتموا بيها وبعلمائها، ومنهم الأمير محمد علي توفيق وعباس حلمي الثاني وفؤاد الأول وإسماعيل صدقي ومحمود الفلكي باشا. الجولة في الجمعية ممتعة جداً، الزائر حيشوف خلالها وثائق وخرائط ومقتنيات نادرة جمعها علماء مصريين وأجانب خلال رحلتهم لاكتشاف أفريقيا ومنابع النيل. 30 ألف مجلد جغرافي و325 دورية علمية وأكثر من 12500 خريطة نادرة، بالإضافة لنسخة أصلية نادرة من كتاب وصف مصر. الخديوي إسماعيل كان هدفه أن الجمعية تكون همزة وصل مع القارة الأفريقية وتصبح دار محفوظات للأثار والتحف وكل ما يتعلق بنهر النيل. الجمعية بتضم الآن خرائط الدولة المصرية بحدودها منذ فجر التاريخ الحديث، ومن أول خريطة رسمها العالم محمود باشا الفلكي للقطر المصري بتكليف من محمد علي. الجمعية الجغرافية بتضم أيضاً بين جدرانها أقدم متحف إثنوغرافي مصري يحتوي على نماذج لعادات المصريين وتقاليدهم، ومنها ملابس وأدوات تدخين وألعاب ونماذج نادرة لحرف وصناعات قديمة لأبناء وادي النيل وجنوب مصر. هذا إلى جانب بانوراما كاملة لمراسم افتتاح قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل وخرائط مجسمة للمجرى الملاحي وتطور مدن القناة. لكن بقدر ما يشعر أي مصري يزور مقر الجمعية بالعزة وبالفخر، هيشعر في الوقت نفسه بالأسف والحزن لما آلت إليه أحوال هذه الجمعية العريقة اللي بتحتاج للكثير من الدعم والاهتمام والرعاية
لجزء عزيز جدا من تاريخ مصر ومجدها العظيم. معي للحديث عن الجمعية الجغرافية المصرية ودورها العلمي الذي تعرض طويلا للإهمال العالم الجغرافي الكبير الأستاذ الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعية والأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة وعميدها سابقا. الأستاذ الدكتور السيد الحسيني إبراهيم رئيس مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية ومقرر لجنة الجغرافيا بالمجلس الأعلى للثقافة والعميد السابق لكلية الآداب جامعة القاهرة، كان ترتيبه الأول على الدفعة الأولى التي تخرجت في شعبة الخرائط بكلية آداب القاهرة عام 1962، عين معيداً بقسم الجغرافيا وأرسل في بعثة عام 1964 للحصول على الدكتوراه من جامعة نيوكاسل، وحصل عليها بالفعل في عام 69. وبعد عودته إلى مصر عمل مدرساً في قسم الجغرافيا بكلية آداب القاهرة، وتولى عمادة كلية آداب القاهرة خلال الفترة بين عامي 1997 و2000، ليصبح بعدها أستاذاً متفرغاً في قسم الجغرافيا. وحتى الآن في مارس عام 2015 تولى الدكتور السيد الحسيني رئاسة مجلس إدارة الجمعية الجغرافية المصرية خلفاً للدكتور محمد صفي الدين أبو العز، وهو عضو بالجمعية الجغرافية الإنجليزية ومؤسس للعديد من الهيئات العلمية والمهنية المرموقة، كما يرأس لجان جوائز الدولة وتحكيم البحوث العلمية لشباب الباحثين والعلماء وطلاب الدكتوراه في مصر وعدد من الدول العربية. وشارك الدكتور الحسيني في كتابة وتحرير عدد من الموسوعات، بينها موسوعة الصحراء الغربية عام 1989 وموسوعة مصر الحديثة، كما ترجم مئات المصطلحات والأعلام الجغرافية في معاجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة، وأسس مدرسة علمية في مجال تخصصه الدقيق الخاص بنهر النيل والأودية في مصر، وشارك في وضع اللوائح الأكاديمية وتطوير البرامج الدراسية بجامعة القاهرة وغيرها من الجامعات المصرية والعربية، ويرأس تحرير مجلة الجمعية الجغرافية باللغتين العربية والإنجليزية. حصل الدكتور السيد الحسيني على جائزة جامعة القاهرة التقديرية في العلوم الإنسانية والتربوية عام 2006، وجائزة أحمد محمد حسنين باشا عام 1962، ودرع جامعة الملك عبد العزيز عام 1977، وكرمته جامعة القاهرة في احتفالها بمرور 90 عاماً على إنشائها باعتباره أحد أبرز علمائها. دكتور سيد الحسيني، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. ويعني الحقيقه احنا دلوقتي برضه بنحتفل في نفس هذا الشهر ب 147 سنه على انشاء الجمعيه الجغرافيه. اولا تحياتي وشكرا جزيلا على هذه الاستضافه الكريمه والجمهور الكريم، وانا لدي اقدر هذه الاستضافه وبشكرك شكرا جزيلا دكتور. انا عايزه الحقيقه اسال حضرتك في الاول يعني سؤال قد يطرا على ذهن الكثير من المشاهدين، ما الجمعيه الجغرافيه؟ الجمعية الجغرافية المصرية أنشأها الخديوي إسماعيل سنة 1875 في مايو، يعني هي الوقت 147 سنة بالتمام والكمال. تمام. كان له أهداف ليها. أولاً هو وجد أن الاستعمار الأوروبي يكتسح إفريقيا، فخشية عن منابع النيل في مصر يوصلوا لها. نمرة 2، عمل الجمعية الجغرافية عشان تكتشف المنابع النيل شرق إفريقيا وتقدم تقاريرها وتعمل الخريطة الخاصة بها وتعمل الدراسات بها، دي نمرة 2. نمرة 3 عشان كانت تجارة الرقيق، حد يلغي تجارة الرقيق، فدي الثلاث أهداف الأساسية بتاعته. الجمعية الجغرافية هدفها أولاً إن هي بتهتم بالدراسات الجغرافية،
الكشوف الجغرافية أصلا في نهر في وادي النيل حوض النيل، ثم الدراسة الجغرافية جميعا، وتعتبر بيت خبرة للحكومة للخديوي إسماعيل في اتخاذ القرار. ومن هنا خرجت البعثات الاستكشافية كلها من القاهرة ومن الجمعية الجغرافية المصرية لحد إفريقيا، كانوا ينتشروا في المنطقة كلها ورجعوا يعملوا بحوثهم ويلقوا محاضراتهم وتسجل في مجلة الجمعية الجغرافية في القاهرة، ثم يعودوا مرة أخرى إلى ديارهم في لندن أو باريس أو ألمانيا أو غيره. وبالتالي هي كان لها هدف وما زال حتى الآن، هي تعتبر بيت خبرة موجودة في كده. يعني هي هكذا بدأت، هي هكذا من 147 سنة على يد الخديوي إسماعيل. الآن الجمعية الجغرافية يعني ماذا تمثل؟ الجمعية الجغرافية جمعية علمية بتهدف للدراسة الجغرافية لمصر والوطن العربي وإفريقيا والمنطقة العربية، كل همها أن هي تقدم الدراسات البحوث الجغرافية المختلفة، ولها مختلف الأنشطة، لها موسم ثقافي 10-12 محاضرة في مجلة عربية بتصدر في جزئين، واحد في يناير واحد في يوليو، لها مجلة إنجليزية دائما تداولها مع كل دول العالم، لها المكتبة العريقة بتاعتها الموجودة فيها، في إصدارات خاصة بتصدر فيها، تعتبر بيت خبرة وتعتبر يعني منارة للجغرافيا في دول شارك فيها كل الجغرافيين. لها حوالي 2000 عضو، منهم 750 عضو عامل، دول يمثلوا إيه؟ كلهم حملة الدكتوراه والماجستير. طيب يعني في الجامعة المصرية. قبل موضوع من يعني ينتمي لها أو ينضم إليها، هي ماذا تفعل الآن غير المحاضرات وغير الكتابات يعني حضرتك بتتكلم عن الاستكشاف في قارة أفريقيا، الوصول إلى منابع النيل إلى آخره. أنا الحقيقة عندي هنا سؤال، الجمعيات الجغرافية في العالم والجمعية الجغرافية المصرية من أقدمها، مع هذا التطور في مثلا الأقمار الصناعية وطرق الاستكشاف الحديثة، هل الجمعيات الجغرافية يعني ما زال لها تلك الأهمية القديمة؟ هي الجمعية الجغرافية لها أدوار حسب كل مرحلة على حدها. في المراحل الأولى كان استكشاف إفريقيا وحوض النيل أساسا، المرحلة الثانية دلوقتي البحوث الموجودة عنها، طبعا بنستعين بالأقمار الصناعية والحاجات دي كلها والصور الفضائية في الدراسات الموجودة. كل البحوث الجغرافية ممكن احنا بنستعين بها في الجغرافيا، فهي عبارة عن دراسة المناطق الموجودة بالفعل، سواء كان السودان أو إثيوبيا أو أوغندا أو كل منطقة اللي حوض النيل، تعتبر دي بيت خبرة وتعتبر محط البحوث لكل الحاجات دي كلها. والبحوث اللي موجوده في الجمعيه الجغرافيه اللي اساتذتنا بيعملوها وزملائنا كلها تتعرض للكلام ده كله، يعني بتدرس وتبحث وتنشر كل ما يدور حول العالم العربي والمنطقه الافريقيه وحوض النيل تحديدا ومصر. يعني تلك فرصه نسال حضرتك يعني بشكل مباشر جدا عن ماذا قالت عن حق مصر في نهر النيل. نهر النيل بيعتبر بحكم التاريخ والجغرافيا نهر مصري 100%. وكان الحقيقة من ضمن الحاجات اللي احنا كنا بنقولها باستمرار ان لا يمكن اثيوبيا تعمل سد. ليه؟ لانها منطقة متدرسة. عمل السد فين؟ في لما وصل نزل النيل لهضبة السودان منطقة منخفضة، بدأ يعمل ايه؟ يعمل سد في المنطقة دي. ولكن في دراسات موجوده عن النيل، متخصصين كل متخصصين نهر النيل، احنا عندنا دراسات كبيره جدا عن النيل بفيضاناته ومياهه وارضه وتاريخه والحاجات دي كلها طبعا عملتنا، وعندنا في دراسات موجوده، احنا يعتبر نهر النيل من الانهار العظمى في العالم اللي فيه دراسات موجوده من 1902. هل هتستعين بتلك الدراسات الدوله في اثبات حقها في طبعاً يعني في مجرى مائي؟ طبعا طبعا، احنا يمكن في نقطه مهمه، الاتفاقات الدوليه بتحكم هذا الانهار، ده نهر دولي، احنا بيهمنا هيدروجين النهر، النهر بيتصرف ازاي، ميته شكلها ايه، بيجي منين، فيضان ايه، والحاجات دي كلها. وفي موجود دراسات موجوده في معظم الجامعات المصريه وفي الجامعه الجغرافيه تحديدا عن هذه الامور الخاصه بها، مجلتها بتشمل كل الموضوعات دي كلها. يعني المجلة يعني هل تقوم مثلا بزيارات ميدانية لتلك الأماكن؟ عند الضرورة حد بيحب يروح يعمل زيارة طبعا بيروح يعمل زيارة، وطبعا دي البحوث بيكون مبنية على دراسات ميدانية أحيانا، أو دراسات اللي هي القنوات الفضائية اللي هي الأقمار الصناعية أو عن الجي أي إس، مختلف الموضوعات الخاصة دي بيستعين بها لمعرفة المنطقة اللي يخدم بها بحثه في الخاصة في المنطقة دي كلها. طيب من أعضاء الجمعية الجغرافية؟ أعضاء الجمعية الجغرافية أولا الأعضاء حوالي 2000 عضو، منهم 750 عضو عامل. العضو العامل هو عبارة عن حاملة الماجستير أو الدكتوراه وبيشتغل في الجامعات المصرية والعربية أيضا،
وده الأساس بتاعنا. الباقيين بيكون منتسب من دول عربية أو في غير التخصص، يعني واحد مثلا جيولوجيا عايز ينضم للجمعية يبقى منتسب، ماليش حق الانتخاب أو حاجات دي. وإنما اللي عندنا 750 دول عاملين جغرافيا 100%، أما الباقي منتسبين من أقسام مختلفة وتخصصات مختلفة. وعندنا عرب أيضا موجودين في الجامعة الجغرافية المصرية. طب ما هو نشاطهم؟ نشاطهم بينحصر في الموسم الثقافي والنشر العلمي وكل الفعاليات اللي بنعملها في الجمعية. يعني احنا في حد مثلا، احنا في فبراير الماضي كان في عندنا لجنة من المؤتمر الجغرافي الدولي. يرأسها نائب رئيس الاتحاد الجغرافي الدولي. الاتحاد الجغرافي بيعمل مؤتمر سنوي للجغرافيا في كل 4 سنين زي الفيفا كده. اللجنة اللي جت دي من فبراير الماضي منبثقة عن الاتحاد الجغرافي الدولي، لجنة عن النظم الريفية والتنمية المستدامة، لأول مرة تستضيفها مصر بعد من 100 سنة من 1925. المؤتمر الجغرافي الدولي اللي عملناه 25 برعاية الملك أحمد فؤاد أو الملك فؤاد اتعمل 2008 في تونس. جميع الدول العربية ما فيش أي حد، الدول تتصارع عشان تاخد المؤتمر الجغرافي الدولي. المؤتمر الجغرافي الاتحاد الجغرافي الدولي بعت لي جواب بعد ما جم هنا في فبراير الماضي بيدعونا يعملوا مؤتمر المئوي للجمعية الجغرافية المصرية سنة 2025 ويعملوا مؤتمر في مصر بنفسهم هم بيدعوا هذا. يعني احنا الدول بتتصارع عشان خاطر زي الفيفا بالضبط عايز ياخد كاس العالم عنده. وبالتالي احنا دلوقتي بنعتبر جمعية علمية فعلا لها وزنها على المستوى الدولي. دكتور حسيني، طبعا يعني احنا يعني احد اهداف هذه الحلقة فكرة يعني احنا نوجه نداء سريع لإنقاذ الجمعية الجغرافية المصرية لما لها من أهمية ولما لها من تاريخ ولما لها من فعالية في المحيط العربي والعالمي كله. يعني أولا حضرتك قول لنا الجمعية الجغرافية لمن لا يعلم ماذا تضم، أهم ما تضمه إيه؟ يعني يمكن فيه الجمعية الجغرافية يعني لو احنا قلنا دورها برضو قبل ما تضم ايه لو اذنتلي، الجمعيه الجغرافيه دورها ايه؟ احنا في طابه ذهب امين عام الجمعيه الجغرافيه بالقرارات الخاصه من عندنا وكان عضو في الوفد الرسمي امام محكمه العدل الدوليه، وبناء على اتفاقيه 1906 قال لهم الحدود من رفح الى طابه اهيا، ده الاتفاقيه بين يعني وثائق الجمعيه الجغرافيه خرجتها وامينها العام حق اللي شرح للمحكمه كل هذا. واعجب المحكمه اعجبت جدا به لانه لقى نفسه يعني اللي بيشرح باستاذ جامعه بقى. الله يرحمه الدكتور يوسف الحجاج، قال لهم دي الخط اهو، ده هنا 4.5 ميل من العقبه، دي منطقه طابه، دي شجرة أهيا والصورة بتاعت الناس اللي الجنود قاعدين بياكلوا وبتغدوا فيها، دي العلامة 90. يعني تلك من إنجازات الجمعية الجغرافية. وأثبت المحكمة أن هذه أرض مصرية. أيوة. واقتنعت المحكمة وجهة نظره عن طريق الخرائط والجمعية الجغرافية المصرية. يعني أهم ما تحوي هذه الجمعية، إحنا عايزين بس حضرتك تدينا فكرة عن نمرة واحد الخرائط القديمة. عندنا في حوالي 12500 خريطة. 12500 خريطة. على الكمبيوتر. عندنا حوالي 400 أطلس. عندنا أعداد كتيرة تانية من خريطة اللوحات الموجودة. عندنا خريطة الحملة الفرنسية كاملة. عندنا أول خريطة للعالم تعملها إدريسي 1153 الأصلية. لا اللي هي صورة الأصلية. الأصلية في العراق، أرجو أنها تكون لسه موجودة. الخريطة الموجودة دي أول خريطة للعالم معروف قعد يشتغل عليها إدريسي 15 سنة في بلاط الملك روجرز بتاع الصقلية، وعملها على قرص ذهب ومستطيل فضي، تعتبر اقدم جمعيه اقدم خريطه للعالم معروف انذاك، قعد يشتغل 15 سنه وتعتبر دقيقه جدا لحد الوقت. ماذا ايضا؟ يوجد عندنا ماذا عن كتاب وصف مصر؟ وصف مصر موجود عندنا الحمله الفرنسيه كامله، الاطلس والمطبوعات ديسكريبتيف زيبت وصف مصر، كل كتابات وصف مصر موجوده، عندنا نسختين منهم على فكره مناسبه، وعندنا اطلس في ايجيبت لعمل الملك احمد فؤاد. اطلس في ايجيبت ده عمل ايه؟ وده اطلس الوحيد منذ الحمله الفرنسيه. الملك احمد فؤاد عمل ايه؟ سنة 25 افتتح مبنى الجمعية الجغرافية اللي احنا بنتكلم عنه الآن. عمل مؤتمر الجغرافي الدولي لم يحدث من أيام لحد النهاردة. عمل بعد كده اللي هو أطلس اوف ايجيبت. أطلس اوف ايجيبت ده عبارة عن خرائط موجودة عن مصر كلها، يعتبر الأطلس المهم عن الدولة
منذ الحملة الفرنسية سنة 25 وباللغة الإنجليزية وتحت التاج والكلام ده ومقدم الاتحاد الجغرافي الدولي في كامبريدج. وماذا أيضا؟ يوجد عندنا خرائط إسماعيل باشا، كل الخرائط الموجودة عندنا، احنا عندنا خرائط كتيرة جدا موجودة وعندنا مجلدات ووثائق كتيرة جدا موجودة في الجامعة الجغرافية المصرية. غير المتاحف طبعا ده حاجة تانية. فالخرائط موجودة عندنا، خرائط موجودة جدا، عندنا مكتبة رائعة جدا فيها حوالي 30 ألف كتاب عربي وإنجليزي، كتب كلاسيكية. مجالس الجامعة الجغرافية حتى الآن يتم تداولها بدول العالم من 1876. طب كيف يتم الاحتفاظ بتلك الكنوز؟ احنا بقى العلم عندنا في الجغرافية بيستفيدوا بيه، أما الدولة فإحنا بيت خبرة أحيانا بيلجأوا لنا، لجأوا لنا في طابة، وراح أمين عام الجامعة الجغرافية المصرية واستطاع إن هو يثبت المحكمة إن دي أرض مصرية، لجأوا لنا في تيران وصنافير وكان لي الشرف إن أكون عضو في هذه اللجنة ونبحث هل مصر الحق فيها ولا لأ، في طحلاب وشلاتين، كل ده إحنا بيت خبرة ويستعينوا بنا وقت اللزوم. طيب الخرائط والمستندات الموجودة في الجامعة، هذه الخرائط وتلك المستندات اللي هي يعني لا مثيل لها، كيف يتم الاحتفاظ بها؟ هل كما نشاهد في متاحف العالم يعني في طرق للحفاظ على مثلا جودة الورق أو الكتابة أو احنا في الحقيقة مواردنا المالية تكاد تكون محدودة ودي مشكلة المشاكل، واحنا كان عندنا أرض الوقف سنة 2002، كان احنا راتب باشا سردار الجيش المصري ده أهدى وقف الجامعة الجغرافية المصرية حوالي 600 فدان، 600 وشوية، رئيس الوقت على 507، منهم 100 فدان وخمسة عشان المقبرة بتاعته، عشان الغفير والحاجات دي كلها بتاع المقبرة. ال 500 فدان التانية وقف لنا. معلش يعني حضرتك طبعا يعني بتقول هذه الحكاية ببساطة، لكن أنا عشان المشاهدين يعني حضرتك بس نشرحها شوية، إن في راتب باشا ده اللي كان سردار الجيش المصري أوقف يعني جعله تبع الأوقاف الوقف خيري خيري لصالح الجمعية الجغرافية، على الجمعية الجغرافية، ريع الجمعية الجغرافية بيتم كالآتي: والناظر الوقف وزير الأوقاف وحكم منصبه، ويتم تحصيل الريع بتاعه بياخدوا نسبة 25% وما يتبقى يذهب الجمعية الجغرافية المصرية. أيوه. هذا الريع استمر من 1931 ل 2002. أيوه. هنا حينئذ بقى 2002 جت عصابة بالاستعانة بعض موظفي الأوقاف والثورة على الأرض وادعوا إن هم أحفاد راتب باشا. وظلت هذه القضية مستمرة في غيبة من الجمعية الجغرافية لحد ما اكتشفنا الكلام ده ودخلنا في التقاضي لحد 2015. صدر حكم نهائي بات، دول مزورين وراتب باشا كان عقيم، وده وقف خيري لا يورث حتى لو احفاده، وحكم عليهم بالسجن سنتين وقضى العقوبه. طيب يعني هذه القضيه تقدمت الى المحكمه سنه 2002، فضلت مستمره لحد 2015، يعني استمرت حوالي 13 سنه وفي السيده زينب وفي في هذه طنطة. في هذه الفتره، هذه الفتره انقطعت الموارد، انقطعت موارد يعني الماء. الحقيقه دي اللي انا عايزه اقف عندها، الفتره يعني حضرتك بتقول ان في يعني راتب باشا ده يعني أوكل هذا الوقف للأوقاف طبعا وإن ريع ما يقرب من مثلا 600 فدان ومفترض أنها لغاية حتى الآن يعني أن هذا الريع يقدم إلى الجمعية الجغرافية للصرف عليه. لما تقدموا للمحكمة سنة 2002 توقف يعني معناها أنه الأوقاف شالوا ونظر الوقف، نظر الأوقاف هو الوزير للمعارف. طب وصدر الحكم سنة؟ صدر الحكم 2015، يعني معناها ان في يعني 13 سنة في التقاضي. يعني الحقيقه انا بسال على ماذا فعلت الجمعيه الجغرافيه مع انقطاع هذا المورد المالي. كنا بنعتمد على زملائنا واحنا ذاتيا، يعني المجله لم تنقطع يوما، الموسم الثقافي لم يتوقف ابدا، كل نشاطنا مستمر بذاتيا، الباحث بيدفع أجر تمن طبع البحث بتاعه، فالحمد لله الجغرافيين حرصا على الجمعية بتاعتهم كانوا متعاونين جدا جدا ومرينا بسلام. والمورد اللي كان بيجي لنا بانتظام كل سنة يحول من الأوقاف، والأوقاف هي ناظرة الوقف بحكم القانون. أيوه. يعني وزير الأوقاف بصفته لأنها نشأت كجمعية ناظر الوقف، فشالوا ناظر الوقف فأصبح ما فيش، الوزارة ما لهاش أي يد لحد 2015، وعيد ناظر الوقف تاني وبدأ نحصل بقى إيه. طيب من 2013 بعد صدور الحكم وحتى الآن 2015
ايه اللي حصل؟ قعدنا نطالب ونقول يا زاويه الاف بعتوا لنا فلوس، يا الوزاره بعتوا مش عارف ايه، يتصلوا بطنطا وطنطا تتصل مش عارف ايه. واخيرا في 2021 و2022 بعد ضغط كبير جدا بعد ما بعتوا لنا مستحقاتنا معظمها. واحنا في الحقيقه يعني انا بلوم وزاره الاوقاف ان هي المفروض الوقف بتاعها ده امانه، بتاخد ما يخصها كناظر وقف وتبعت للجمعيه الجغرافيه الباقي عشان خاطر تمشي امورها. اخيرا بعد جهد جهيد وطلبات وخطابات ومخاطبات بما فيها رئيس الوزراء السابق والحالي عشان خاطر نجيب فلوسنا، اخيرا سنه 22 الشهر اللي فات بس او اللي قبل منه بعتوا لنا فلوسنا. حتى الان بنقول لهم عايزين نعرف بس الايراد بتاعنا ايه. طب يعني ممكن اسال حضرتك الايراد السنوي لهذه الجمعيه ايه؟ تعرفي السؤال ده؟ سالته للوزير في 20 جواب. يا جماعه انا اللي انا عايزه نعرف، انا جمعيه جغرافيه فيها 20 موظف. لا حضرتك يعني بتاخد كام في السنه للصرف على عايز اعرف منكم ايرادنا كام في السنه؟ كام؟ لا مجيب. ايرادنا كام في السنه يا جماعه؟ لا مجيب. طب انتوا بعتوا لنا فلوس دي في كل فلوسكم، طب نعرف بتاع السنه كام؟ انا مطلوب منكم الاتي، وجاوبت عندي عديده. ما تم ارساله كام يا دكتور؟ ما تم ارساله لكم كام؟ بتاع حوالي 5 مليون جنيه. يعني انا احنا طبعا بنتكلم على جملة يعني الجملة متجمد 5 مليون جنيه من حوالي 600 فدان يعني في الفترة كلها. ودول قالوا لنا دول بتوعكم. طب عايزين نفهم بس احنا ارادنا السنه وكام عشان نعمل ميزانيتنا. لا تعرفه ما تعرفش. احنا عايزين نعمل موازنه يا جماعه، عايزين نعرف بيجي لنا كام في السنه. قولوا لنا مفيش. يا جماعه طب انتوا بعتوا لنا المبلغ ده بإلحاح شديد، فهمونا بتاع ايه ده؟ لا ده كله فلوسكم. وبوعود ورا وعود ورا وعود. وانا من هذه القناه الجميله والبرنامج الرائع انا بوجه رجاء للاوقاف تبعت لنا واحد يا جمعيه يا جغرافيه، انتوا ايرادكم السنوي كذا، انتوا خدتوا سنه كذا كذا كذا، احنا حصلنا كذا، في متاخرات كذا، لكم فلوس قد كده. عشان بس طيب يعني هو الحقيقه يعني بضم صوتي لصوت حضرتك، واعتقد انه يعني الساده المشاهدين يعني احنا بنتكلم على إرث مصري، كنز مصري موجود يعني سيتعرض إلى الانهيار إن لم يكن هناك دعم مادي. أنا بس هسأل حضرتك هنا سؤال، أنتوا تبع مين؟ يعني الأوقاف اللي بتديكوا هذا المبلغ، ولا رسمياً أنتوا تبع وزارة التضامن الاجتماعي؟ لا إحنا جمعية أهلية مستقلة تتبع أي وزارة؟ بتشرف عليها وزارة التضامن كأي تشرف عليها التضامن الاجتماعي كأي جمعية تانية مع كل الجمعيات الموجودة، الجمع مع العلم يعني ما دخل التضامن الاجتماعي بالجمعية الجغرافية وهي جمعية علمية؟ ده القانون. طالبنا مرارا وتكرارا من أيام الدكتور حجازي، أرجوكوا اعملوا لنا قانون خاص بجمعيات علمية. هل يستوي المجمع العلمي المصري والجمعية الجغرافية ومجمع اللغة العربية مع دفن الموتى والرفق بالحيوان وجمعية المرأة المعيلة وجمعية مش عارف أصدقاء فلان؟ لا تستوي. هو الحقيقة وضع غريب. وبالتالي احنا لمنهجنا، احنا جمعيه علميه مستقله بيرأسها رئيس الجمعيه. اولا فيها جمعيه عموميه اللي احنا قلنا عليها 750 استاذ، دول بينتخبوا 15 واحد مجلس اداره. مجلس اداره بيعمل ايه؟ بينتخب الرئيس ونائب الرئيس وامين الصندوق والامين العام. وبالتالي دول مسؤولين. التضامن بتراجع الحسابات وبتراجع الحاجات دي كلها، جميل جدا ممتازه جدا حقيقي ما فيش مشكله حولها. وبنحاول ان احنا يعني نقول لها لا احنا جمعيه علميه يا جماعه، لنا قانوننا ولنا وضعنا. والمجلس الاداره طبعا معانا وجماعه دايما يكون معانا، واحنا في ما فيش مشكله بيننا وبين التضامن. لكن هي في حاجه هنا احنا في بعض المعوقات. يعني مثلا انا عايله عندي مؤتمر جغرافي دولي لازم اخد اذن منهم وهقول لهم مش عارف ايه ومين يتكلم. مش بس كده، اعملوا لنا جرد على المكتبه. 40,000 كتاب نعمل جرد عنها؟ اولا الجمعيه الجغرافيه المصريه، وانا بقول الكلام ده بحكم موقعي، احتفظت بكل ثرواتها الموجوده ومقتنياتها حوالي 6,000 حاجه من 1147 سنه كما هي الان. ونفخر ان جيل ورا جيل سواء كان في الحكم العلوي او الحكم الوطني حافظنا على كل مقتنيات الجمعيه الجغرافيه المصريه دون خلل. طبعا امكانياتنا يعني ده في النهايه كنز اثري مصري. احنا عندنا دكتوره دريه حضرتك، عندنا المتحف الاثنوغرافي ده متحف وحيد في العالم، وده ضمن وموجود ومسجل في اليونسكو. ده فيه كل الحاجات الموجوده
في عادات وتقاليد المجتمع المصري في القرن 19 و20 الحلاق والمكوجي والغفير والامراء مجسمات لتلك المهن يعني. وفي حاجه كمان مش بس كده، ده فيه المحمل اللي هو كان بيروح كل سنه للسعوديه كسوه الكعبه، وهداها الملك فؤاد للجمعيه الجغرافيه المصريه، كان كل سنه بتروح القوافل بالمحمل ده للكعبه، بالقوافل موجود لحد ده، ده موجود مهداه. فيه اللي هو التختروان، التختروان ده عباره عن حاجه عربيه كده جميله، وفيها العروسه تزف لحد عرسها، فيها مهداه. يعني في مجسمات، الحاجات دي جت ازاي بقى؟ المجسمات دي موجوده، السؤال بتعرض في الملك. الحاجات دي جت ازاي؟ الملك فؤاد كان رئيس جمعيه الجغرافيه المصريه عندما كان امير، اسمه الامير احمد فؤاد، من 1915 ل 1918. كان كل قال للناس كلها اللي عنده حاجه جيبها. فكل الامراء والبشوات والقضاء العسكري وكل دول اللي كانوا بيروحوا في كل حته يبعتوا اهداء. هنا نتوقف لانه المبنى يعني زي ما شفنا وزي ما سمعنا في الفتره الاخيره وزي ما قرانا في كثير من الصحف انه مبنى الجمعيه الجغرافيه الذي هو قديم جدا جدا لكنه رائع، ما زال رائعا، يتعرض الان ل يعني بعض اجزائه للانهيار. ايه الحال هناك؟ والله دي قضيه عشان المشاهد الكريم يكون معانا، احنا من زمان قوي احنا طبعا المبنى اتاثر بالزلزال 1992، وحاولنا ان احنا نحاول، اولا ده مبنى اثري ومسجل في الاثار، والاثار مسؤوله عن صيانته، ليس الجمال الجغرافي ولا اي جهه تانية، الاثار حصريا مسؤوله عن جميع الاثريات الموجوده في مصر. احنا 2012 بعتنا لهم جون كتكرموا مشكورين، بعتوا لجنه حطوا 13 بند ده في شروخ هنا، في تطبيل هنا، في سقف متحرك هنا، وفي كذا في كذا في كذا، في 13 بند. طب يا جماعه كتر خيركم، انتوا شايفين المبنى معرض للانهيار؟ يقولوا لا، على الحائز وفقا للقانون 1983. 83 ايه؟ احنا عندنا دستور 2014 يجب بما قبله. قعدنا في مراسلات. طيب دكتور، الحقيقة الموضوع ده يعني هيلزمه بعض التفصيل، يعني هناخد استراحة بسيطة جدا ونعود مرة أخرى للحوار بقية، نعود بعده لنستكمل هذا الحوار مع الأستاذ الدكتور سيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية. شكرا. أستاذ الدكتور سيد الحسيني رئيس الجمعية الجغرافية، يعني هنعود لنقطة هامة جدا حضرتك أشرت لها قبل هذا الفاصل، وهو تعرض مبنى الجمعية الجغرافية القديم الأثري الجميل جدا إلى بعض التشققات والانهيارات التي يلزم بسرعة جدا أن احنا يعني نتلافاها ونقوم على إعادة توظيف هذا المبنى. المبنى اتبنى 1865، شوف كم عمره قد ايه، واسسه بعد كده سنه 25 الملك احمد فؤاد زي ما احنا قلنا، في تعرض للزلزال، مبنى قديم جدا وطبعا معمول بالطرق اللي هي بتاع زمان اللي ما فيش حوامل يعني بيحشروا على الحيطه طبعا هندسيا، واحنا بنبعت الاثار بنقول لهم تعالوا شوفوا المبنى، ده مبنى اثري مسجل تبع الاثار من 1995، والاثار مسؤوله عن المبنى ده، فيبعتوا لجنه كتر خيرهم بمنتهى البساطه، يجوا لجنه متخصصه يشوفوا كل الحاجات دي كلها، واكتبوا تقرير رائع جدا، كل الاعراض الموجوده من شروخ ومن تصدعات ومن ده، يكتبوا التقرير. ايوه. وقالوا لنا انتوا بقى اعملوا الحاجات دي على حسابكم، على حساب الجمعيه الجغرافيه. احنا ما عندناش حساب. قال لك على نفقه الحائز
او شاغل المكان. احنا ملناش ده، حتى موردنا اللي كان موجود راح. احنا يا دوبك بالكاد بندي مرتبات موظفينا، وهي مرتبات محدوده اقل من الحد الادنى المطلوب نديهم له. الان زي ما حضرتك بتقول المساله يعني مقسمه بين عده جهات، وزاره التضامن الاجتماعي كتبعيه، وزاره الاثار لان المبنى اثري اثري، والوزاره الثالثه الاوقاف، الاوقاف وهي صاحبه يعني توريد الريع. وفي النهايه نحن نواجه خطر هذا الانهيار بما به من كنوز. وزي ما حضرتك بتقول ان الدستور يعني في مادته 49 و50 بيصر على انه يعني التزام الدوله بحمايه الاثار والحفاظ عليها، وانه الماده 50 تراث مصر الحضاري ثروه قوميه تلتزم الدوله بالحفاظ عليها. برافو برافو. وبالتالي يعني بتضم صوتنا لصوت حضرتك، لانه هذه الجمعيه الجغرافيه بما تحوي من اولا علماء ومترددين ومحفوظات لابد من الحفاظ عليها. انا هقول حاجه لو اذنتيلي عشان تعرفوا قد ايه اهميه الجمعيه الجغرافيه المصريه. الرئيس بوتين منذ عامين نصب نفسه رئيس الجمعيه الجغرافيه الروسيه ادراكا منه ان دي عباره عن بيت خبره رائع جدا. كل الموضوعات اللي انت عايزها موجوده، ما فيش موضوع موجود الا عندنا متخصصين فيه. في المناخ، التغير المناخي، عاملين مؤتمر اللي هتعمل في 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 نوفمبر في شرم الشيخ، عملنا مؤتمر وعملنا مجلدين، مجلد انجليزي وكان مؤتمر اقليمي، حضروا حوالي كل الدول العربيه تقريبا معظمها. في التضاريس والشكل والارض عندنا، المدن عارف، القرى عارفينها، النظام السياسي، الموارد الماليه، الموارد المائيه، الاقتصاد، الزراعه، الصناعه، ده تخصصاتنا. وفي فروع الجغرافيا ده عباره عن كل شيء. جمال حمدان لما ده استاذنا طبعا درس لي، لما قال كتب شخصيه مصر من اربع مجلدات رائعه جدا، ده جغرافيا. لحد النهارده ما قاله جمال حمدان فاليد، صحيح، رغم ان اخر كتاب سنه 1984. وبالتالي احنا عندنا الجغرافيا بيت خبره جميل. وانا في مجلس الشعب، مجلس النواب، في الجلسه في الدوره اللي فيها كان الاستاذ الدكتور علي عبد العال، قلت لهم كده انا في الجمعيه الجغرافيه المصريه بينكم مترين ثلاثه، اتفضلوا، بيت خبره لكل الموضوعات للساده النواب مجانا وفي خدمتكم الرئيس الجمعيه لاقل عام. بنقدم خدمه للدوله. وعلى فكره انا لا ازع سرا، انا بتلجا الدوله احيانا الجمعيه الجغرافيه لبعض الاستفسارات. احنا عندنا رصيد كبير جدا جدا في كل الموضوعات القوميه. الجمعيات الجغرافيه في العالم اولا بيصدر عنها دوريات بشكل منتظم جدا جدا، بتنتج افلام سينمائيه وافلام تلفزيونيه تذاع، وطبعا بتستند الى مرجع علمي ممتاز جدا. انا اعتقد انه عدم وجود يعني المورد المالي بالنسبه لحضراتكم بيمنعكم انكم تقوموا بهذا الدور. والله احنا بنحاول بكل قدراتنا، والحمد لله احنا دلوقتي عاملين موقع على شبكه الانترنت، ومحاضراتنا بتذاع اونلاين، محاضرات موجوده، وعندنا مطبوعات بتعمل بانتظام وباستمرار. الموسم الثقافي المصري بيشمل كل الموضوعات، بس يحضروا. عندنا حاجة عن حروب الجيل الرابع. لا يعني حضرتك بتقول يحضروا، يعني عليا هنا ان انا يعني اتوقف واقول لانه التقرير اللي كتبته وزارة الآثار فيما يخص سلامة المبنى، اعتقد انه كان في توصية بانه ما يبقاش في اعداد كبيرة لانه خايفين ان المبنى ينهار. بنراعي ده. احنا عندنا فيه محاضرات عن الجيل الرابع للحروب، عندنا محاضرات عن الموجود الحرب بين اوكرانيا وروسيا، عندنا محاضرات موجوده عن كل الحاجات عن الازمه السكانيه اللي احنا عاني منها وبنتكلم فيها باستمرار. وقلنا 60 مره من ايام 1945 ده في مشكله سكانيه بتستوعب كل تجهد كل اي نهضه. طب اي عدد بيدخل الجمعيه ولا حاليا مفتوح لكل اعضاء كل الناس مع هذه الشروخ اللي موجوده في المبنى؟ لو احنا بنحاول ان احنا لما نلاقي العدد بننزل تحت. هو المبنى يعني حضرتك تقول لنا المبنى بيعاني من ايه حاليا؟ عن دورين. الدور اللي تحت فيه بيعاني من ايه؟ اولا في شروخ،
وفيه الحيطان تحركت يعني في فواصل بين السقف وبين ده فواصل بين السقف والحيطان. القاعة الملكية الجميلة الرائعة اللي يوجد فيها نظير في العالم وانبهر بها الأجانب لما جم عندنا في نوفمبر وقالوا نعمل مؤتمر الدولي الجاي 25 عندكم هنا في القاعة دي، ده موجود عايز ترميم. اللي الأمطار بتسقط تؤدي إلى غرق كل المستندات الموجودة وتبقى حاجة مشكلة، ونجري عليها ونحاول نعمل ده ونبعت الآثار. الآثار تيجي مشكورة تقول عندكم تصدى وكذا وفي خلل في الإنشاءات وده وعايز محتاج ترميم عاجل. جينا 5 مليون جنيه قلنا الحمد لله نعمل بقى إيه؟ نرمم الجمعية. فلجأت ليه؟ طبعا دي قرارات مجلس إدارة. لجأت ليه؟ المقاولون العرب. يا جماعة كلمت إبراهيم بيلعب عم حلب اداني الرئيس المقاولين العرب واتفقت معاه ان تعالوا شوفوا ده من سنوات من سنوات لا لا ده الكلام ده بالشهر اللي فات ده شهرين من شهرين يعني 2022 وبعدين لما جالنا فلوس الاوقاف وبعدين عملنا الدكتور علي عبد الرحمن هو من هو استشاري للمشروع ايوه بداوا بشهر يشتغلوا المقاولين العرب بكل اخلاص يقيسوا المسافات ويعملوا الحاجات دي وكتبوا تقرير قلت لهم طب فكي يعملوا لنا عشان خاطر في طلب احاطه في مجلس النواب عايز يعرف المبلغ قد ايه فبعتوا لنا خطاب بيقول فيه 3 بنود ده ب 55 وده مش عارف 60 وده مش عارف ايه الاجمالي 140 مليون جنيه طبعا هذا المبلغ احنا لو بصينا ليه للمبالغ الثانيه يعني انا مثلا في اداب القاهره المبلغ من المرمى المبنى بتاعنا في الكليه اتكلم 60 مليون جنيه لان الحاجه عاليه غاليه جدا ما بالك انت في حيطه هنا بتهدي وفي حاجات وفي سواء سقف ما هينهار وبعدين انتوا يا اثار بتقولوا ان ده بيهدد بانهياره وفي اخطار انشائيه في المبنى تعالوا اعملوا الكلام ده لا 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 احنا مالناش دخل اعملوها انتوا على مدى هذه الفتره لحد النهارده طلبنا حاجات كتير جدا وطلبنا كل ده ولا جدوى الجرايد كلها كتبت الاهرام وصلنا 7 اليوم والحاجات دي كلها تستنجد هذا المبنى حرام تسيبوه ينهار أيوه. يا ناس الحقونا وانا اذكر حاجه من سنتين ثلاثه كده لا 3 4 سنين بعتت الجماعه المؤتمر الجغرافي الدولي بعت تعميم لكل الجامعات في العالم الالمانيه والانجليزيه والفرنسيه وكله كله قال لهم الجامعه الجغرافيه المصريه عامله نشاط حلو جدا جدا يا ريت تقتدوا بيه وبعتت لنا الجواب ده وقالت في مؤتمر سنه 2000 في تونس ان الاتحاد الجغرافي الدولي بعت تعميم لكل جمعيه جغرافيه ان الجمعيه الجغرافيه المصريه عامله نشاط يا ريت تعملوا زيه. ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ وده اللي احنا بنعمله. دي نمره واحد. نمره اتنين احنا عندنا فيه موضوعات لو احنا عايزين نعرفها ايه المطلوب؟ طب يعني هنتوقف عند اذا ما فعلا تم يعني وجود هذا المؤتمر الجغرافي الدولي في مصر بعد 3 سنوات. يعني مقره هيبقى فين في الجمعيه الجغرافيه؟ انا كلمت رئيس الجمعيه الجامعه يعني دي فرصه نقول انه لو جاء هذا المؤتمر يا ريت بقى نبدا يعني لا ده احنا لازم عشان خاطر ده كوميتمنت ده التزام انا كلمت الاستاذ الدكتور زميلنا الدكتور محمد اسماعيل خشت رئيس جامعه القاهره تليفونيا وعرضت عليه الموضوع ان تكون مع الجمعيه الجغرافيه وجامعه القاهره الام ورحب كثيرا وقلت له احنا ممكن نستخدم هنا قاعات وهنا القاعات والمؤتمر الجغرافي الدولي في افتتح عندكم في القاعه الكبيره بتاع حلقه الاحتفال في جامعه القاهره ويستكمل عندنا لجان لجان موجوده عندنا لجان عندكم الله يديله الصحه رحب جدا وده طبعا رئيس جامعه ده من اداب القاهره وعارفه كويس قوي نشيط جدا ورائع جدا وفاهم جدا وواعي جدا لده قال لي دكتور سيد انا معاك في ده بس يديني الاجراءات قلت له هقطعها حيطك علما اول باول فاحنا عايزين نعمل حدث زي كده لمصر قد اكون موجود ايامها او مش موجود ولكن بتكلم عن مصر بلدنا العظيمه في النهضه دي النهضه اللي احنا شفناها من 2000 وعلى في عهد الرئيس الفتاح السيسي نتوجها بحاجه زي كده نستكملها بهذا كلمه اخيره دكتور حسيني حضرتك عايز ايه؟ واحد الجمعيه الجغرافيه جميل واحد التضامن تنظر الينا باعتبارنا جمعيه علميه وليس جمعيه ينطبق لها كل الامور الخاصه بالجمعيه الثانيه دي واحد واحنا ماشيين معاها كويس مفيش مشكله ووفرنا اوضاعنا بالفعل يعني. نمره اتنين الاوقاف تبعت لها فلوسنا ويكون في شفافيه
يا جمعية جغرافية انتوا حصلنا كذا، احنا خدنا كذا، الباقي بتاعكم كذا. نمرة ثلاثة الآثار، نمرة ثلاثة الآثار تلتزم بالقانون بالدستور، تترمم المبنى ده كل طلبات باعتباره إرث مصري، باعتباره مسجل في الآثار، والآثار مسؤولة بحكم الدستور عن ترميم الآثار وحفظها والعناية بها وإلى آخره. أيوه. في المادة 49 زي ما حضرتك تفضلتي، ده اللي طلباتنا. وهل أنا واثق تام الثقة؟ ومن خلال هذا البرنامج الجميل أدعو الجميع اللي هم أمر هذه الجامعة الجغرافية المصرية، تاريخ مصر اللي هي كان لها دور في طابة وترانة وصنافير وحلايب وشلاتين وكله كله كبيت خبرة، يعز عليا ان احنا نسيبه بالشكل ده ونضم صوتنا لصوتك دكتور الحسيني. واعتقد انه لابد ان يكون هناك رد فعل لهذا. هذه صيحة بأطلقها للكل، لجميع من يهم أمر مصر اللي هي أم الدنيا، وهتبقى ان شاء الله قد الدنيا ان شاء الله. شكرا جزيلا. رد فعل وصدى للكلام ده بحيث نحتفظ على ما لدينا من حاجه جميله من 1875 فيها كل الحاجات الموجوده من خرائط ووثائق ومجلات وحاجات جميله جدا. وبشكرك مره ثانيه، ارث مصري فعلا وكنز مصري ثمين جدا. وكل سنه وانت طيب. شكرا. انا متشكر جدا يا فندم، وشكرا لحضرتك. في الختام اشكر ضيفي العالم الجغرافي الكبير الاستاذ الدكتور السيد الحسيني رئيس الجمعيه الجغرافيه المصريه، ونلتقي في الاسبوع القادم ان شاء الله من مصر في حديث جديد.